نور والله احلى من القميص. اهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقه من لبنان اليوم. تسارعت حوادث نهايه الاسبوع في شكل دراماتيكي ليجد لبنان نفسه مسيرا لا مخيرا في الدخول على خط النار الاقليميه بعدما اندلعت حرب المسيرات لتتغير معها عمليا قواعد الاشتباك المرسومه منذ العام 2006 وتدخل اللبنانيين معها في مرحله جديده مفتوحه على شتى الاحتمالات. وزير الخارجيه الامريكيه مايك بومبيو دخل على خط التهدئه بين لبنان واسرائيل على خلفيه وجود معلومات لدى الامريكيين بان رد اسرائيل سيكون هذه المره قاسيا في حال قام حزب الله باي عمليه ضدها ولن يكون في استطاعه الولايات المتحده الحؤول دون ذلك. لذلك اشارت المصادر الى ان الاداره الامريكيه ارتأت توجيه النصيحة إلى الحكومة اللبنانية بالعمل على ضبط الوضع. هذه التطورات نسأل عنها ضيفنا رئيس التيار الأخضر المحامي سعيد عليمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. بالطبع بداية من التطورات يعني التي انتهى إليها الأسبوع الماضي، هذه التطورات الدراماتيكية التي حصلت في الضاحية الجنوبية، هل هو تعتقد أستاذ سعيد حادث وانتهى أم سيكون هناك يعني تطورات متعلقة به في الأيام في يعني الأشهر المقبلة؟ لا شك أنه موضوع المسيرات هي تتزامن مع وضع إسرائيلي يعني في استحقاق انتخابي لنتنياهو بإسرائيل. والتسخين مرده إلى أنه بده يعمل حاله منقذ نتنياهو، انه بيفتعل وهذا تعودنا عليه نحن دائما قبل الانتخابات الاسرائيليه. قبل الانتخابات لاسرائيل في دم، بده يكون في شيء حرب، في حرب في دم. طبعا مش ضروري يكون في دم نحن حتى نسبق الموضوع حتى نستدرك الموضوع، بس انه في تسخين. يعني التسخين المطروح اليوم من خلال المسيرات اللي حاصله واللي امبارح حصلت بالضاحيه الجنوبيه واللي خطاب السيد حسن اشار لها، رجعت كمان تتابعت رجعت بقوسيه على الجبهه الشعبيه. معناتها انه ما في ردع بموضوع الخطاب لنتنياهو، معناتها في تمادي بهالموضوع. هالتمادي انا تفسيري الشخصي بهالموضوع المسيرات، حتى ما كنت بالتقنيه نرجع نفوت بتقنيه المسيرات كيف بتصير القصه، بس انه حصلت هيدي وطبعا حصل اضرار من خلالها وتتابعت بقوسيه على الجبهه الشعبيه. الموضوع بعتقد انا مرتبط بالانتخابات الاسرائيليه من جهه والتفاوض الامريكي الايراني من جهه اخرى. يعني نحن هو ما فينا ما يكون متلازمين مع بعضهم بهالمرحله هذه، يمكن فصلهم. نعم. وما فينا كمان نفصل عنهم انه قريب العاجل كمان في صفقه القرن كمان طرحها تراب. يعني في كثير مؤشرات مترابطه مع بعضها. ما في شك الوضع خطير، لانه هل المحطات اللي نحن قادمين عليها سوف تؤدي الى تسخين، والتسخين اذا كان ما حصل التفاوض بشكل ايجابي ما بين الامريكان والايرانيه فهذه نتيجتها حتكون انه في تدهور امني اكيد حاصل. اذا صار التفاوض بتصور انه بترتدع الامور لانه تدخل الامريكي والايراني بيلطف الاجواء. هلا المسيرات منين اجت وكيف اجت وقد صرنا عم نجي بموضوع يعني التفاوض الامريكي الايراني اليوم فيك وكانه هيك اجواء ايجابيه من الولايات المتحده تجاه ايران، يعني ترامب عم بيقول نريد ايران قويه ولا نريد تغيير النظام في ايران. ما في شك انه ترامب بالتنسيق مع ماكرون رئيس جمهوريه فرنسا نسق معه انه يجي ضيف على فرنسا ويتفاوضوا. ما في حرب ما بين الامريكان والايرانيين، انا ما بتصور انه هذه عم تؤدي الى حرب ما بين الاثنين، بالعكس هو بده يجرب يستفيد، لانه نحن عرفنا انه توجه ترامب على مر الوقت اللي مرق هو فيه نظرته اقتصاديه وماليه اكثر ما هي عسكريه. وهيدا الموضوع بتحمل امور بتتسخن الامور لحتى يوصل لشيء معين، يعني لحلول معينه. بس اذا كان ما هالتزامن هيدا ما مشي حاله بشكل ايجابي، طبعا بطبيعه الحال ما حدا بيقدر يتحمل. يعني العربده الاسرائيليه اللي عم تنعمل اليوم لا تطاق. يعني انا بستغرب الناس انه يقولوا لازم يجي وزير خارجيه امريكا ويتوسط لنا انا حتى ما تصير. طب لو نحن العكس صاير، لو نحن تعدينا على اسرائيل بالداخل شو كيف بتعمل العالم كله؟ شو بيعمل العالم كله؟ يعني دائما نحن مستباحين بالعالم على حساب اسرائيل اللي بتعربد بالمنطقه كلها سوا وما حدا بيرضعها، ودائما خاضعين لقرارات اسرائيل وقرارات الغرب.
يعني معلش شو مره تحس حالنا انه كرامتنا كمان بتنحفظ طبعا. يعني هلا هول طبعا ربطناهم بالاوضاع السياسيه اللي عم يصيروا، بس كمان الى حدود الناس يعني حالي ما لا تطاق. نحن ما بكفينا الوضع الامني اللي عم نحكي فيه، في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والبيئي وكله بالبلد، يعني والمالي اللي عم نعانيه، كله هذا مرتبط ببعضه. يكفيه المواطن ما يحصل له بالايام ها. يعني رح طبعا رح نحكي عن هاي المعاناه الاقتصاديه ومعاناه المواطنين بالوقت اللي كان يعني يعني بعد ما كان كل يعني كل امن كل امان بلبنان من اجل يعني صعوبه يعني المرحله المقبله ومعالجتها بهدوء. تجد استاذ سعيد وكانه في امر مقصود يعني من ازمه الى ازمه، يعني كانت انتهينا من ازمه حادثه لبستين ابو شمول اللي صحيح. صار فيها اللقاء والمصارحه والمصالحه، الى انه دخلنا هلا بهيدي المشكله الجديده. تعتقد انه الامور تتجه الى تصعيد ام انه يعني رهن بما سيحصل بين امريكا وايران مثل ما تفضلت صحيح. وذكرت منذ قليل؟ ستها بالبساتين وقت اللي حصلت كمان نحن لاحظنا انه في هذه المسيرات كانت موجوده بوقتها الى فتره، يعني في اللبنانيه عم يسمعوا لهم فتره على طول كل المناطق مستمره. وهيدي التقنيه هذه اللي عم تستعمل هلا هون طبعا نرجع للاخصائيين بهالمجال. يعني اذا سئل الانسان انه هالمسيره منين جاي، من فلسطين المحتله جاي ولا محل ثاني، يمكن تقنيا ما ممكن تقنيا هي الرأي فيها انه لا تتجاوز 10 كيلومتر مسافتها مساحتها، وبطارياتها ما بتتحمل اكثر من 32 دقيقه. فاذا المساحه والوقت والبطاريه مش ممكن تكون من فلسطين المحتله. في احتمالين بيكون بهالحاله هي، يا احتمال من بحريه اسرائيليه طلعت من البحر بمقابل الضاحيه وطلعت من هنيك، وهذه طبعا مسؤوليه الاجهزه الامنيه بالبلد. بس كمان في مسافه يعني حتى لو بس من البحر بس في ما في 10 كيلومتر يعني من البحر فولد وزو مثل ما بيقولوا ما في 10 كيلومتر فيها وعلى البساتين نفس القصه كانت. هذا احتمال. احتمال ثاني احتمال عملاء يكون في عم يسيروها هن عم يتركوها من محل معين. فهول الاحتمالين بحال وجودهم هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية، مش مسؤولية اليونيفيل، لأنه اليونيفيل كمان نحن بال 1701 نحن هذا اللي عم ينخرق على طول. إذا كانت حصلت من البحر كمان يمنع الاختراقات البحرية كمان ال 1701، فهذه مسؤولية اليونيفيل وتحديدا البحرية الألمانية. فهالمواضيع هول كلهم سوا، مفروض نحن على صعيد السلطة المحلية اللبنانية والأجهزة الأمنية تمنع هيك مسيرات. كان انا برايي بالافراح باي مناسبه هول بنشوف انه بالاعراس حاليا، لانه نحن بمرحله صعبه كثير عم بفوت الحابل بالنابل فيها. هلا بالاعراس بتكون محصوره يعني إيه؟ لو كان بس هيدي عم تصير هلا. نحن صارت القصه يعني صارت خطره الموضوع، يعني بتتحمل لانه في خبير معين بموضوع الافراح والمناسبات عم يشرح كان امبارح عم بيقول انه هيدي طبعا بتطلع على علو معين ممكن يحملها شيء بسيط، بس الخطوره فيها انه يستعمل لغير اهداف امنيه. مشان هيك هلا هالمرحله لازم كنا حذرين. قالت انه الجيش عليه ان يتحمل مسؤوليته بهذا المجال، كيف يعني شو بده يعمل بهيك حاله؟ يعني بده يضبط الوضع الامني اللي يمنع هيدي المسيرات. يمنع هالمسيرات، انا هذا رايي غير الشكوى بالمجلس الامن اللي عملناها نحن طبعا امبارح. وزاره الخارجيه قدمت شكوى بمجلس الامن، فعلى الصعيد الارض والصعيد الامن المحلي مفروض يكون في ضبط لهالامور هيدي من جهه الاجهزه الامنيه والجيش تحديدا، انه ما يطلع مسيرات ابدا. يعني هلا هالمرحله ما نقدر نشوفها ابدا هي، لانه في تمادي. يعني امبارح طلعوا اليوم الصبح بهنيك، ما بعرف بكره وين يطلعوا، قبلها بلبستين كانت عملت مشكله بوقتها يعني كمان. فهيدي عم تشكل خطر على 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 البلد، يعني ما حدا بيعرف نتيجتها شو بتصير بعدين. هيدا بنكون بمرحله تسخين بنوصل لمرحله تصعيد بعدين، وما حدا بيعرف بالدركه لوين بتوصل القصه. مشان هيك نحن تفادي الموضوع هو الاصلح بهالوقت هيدا انه نحن نشتغل عليه حتى نتفادى الاسوء. بالضيع او بالبلدات هيدا امور يعني امر صعب شوي انه ينحصر، يمكن بالمدن بنحصر اكثر. على كل يعني هيدي المسيرات بعتقد انا انها بتكون يعني حاصله على موافقه من الجيش، من مخابرات الجيش تحديدا. حتى امبارح وزيره الداخليه صار لها تصريح كان كثير مهم، ووقفت على الموضوع هذا وزيره الداخليه وقالت انه نحن سياسيا لازم نكون نحن متوحدين بالقرار السياسي ونتوافق على كل الخطوات اللي بدنا نعملها. فاذا كان في توافق سياسي بهالمجال من كافه القوى السياسيه بتسهل امور تنفيذ الامن بالمناطق وبالضيع بكل الاماكن. بس اذا كان كل واحد بده يشد على مشد ثاني ما اكيد ما نوصل لنتيجه.
بدنا نشوف المستقبل وين رايح، بدنا نشوف الوضع الأمني وين رايح، بدنا نشوف وضع البلد وين رايح، ونتفق على الخطوط العريضة الأساسية بالنسبة للموضوع، لأنه الأمن ما بيمزح فيه. صحيح، الأمن ما بيمزح فيه. أحمر. ما بيمزح. موقف السيد حسن نصر الله بالأمس المؤتمر يعني الصحفي الذي يعني أو تصريحه من بلدة العين في بعلبك بعد هيدي التطورات، شو رأيك بهيدي المواقف؟ وهل تعتقد لما عندما قال السيد نصر الله سنرد في لبنان على أي ضربة لحزب الله إذا كانت في سوريا أو في غير سوريا سنرد في لبنان، يعني ما المقصود في ذلك أستاذ سعيد؟ لأن ما كانت كتير يعني واضحة هيدي النقطة. أي تعدي يعني أنا مفهوم من الكلمة اللي حكاها السيد حسن امبارح أنه نحن إجوا تعرضوا على الأراضي اللبنانية، للأراضي اللبنانية يعني هذه تمس بالسيادة الوطنية. فبلبنان المنطقة اللي نحن فيها فينا نجاوب فيها، بدنا نجاوب فيها، لأنه طبعا بالتعاون مع الجيش أكيد ما في تجاوز للجيش أكيد، ونحن هلأ عم نناشد أنه الجيش هو يأخذ الخطوات الأساسية حتى نتفادى هيك موضوع ما يصير شيء مفاجئ. يعني امبارح لو مش الشباب هول اللي صارت قدامهم الحادثة، واحد ضربها حجر يعني هذه أول واحدة، والثانية إجت خبطت بالمبنى، يعني كمان حصلت فجائية، ففجائية بدنا ندركها نحن هذه القصة. بجبهة الشعبية ما قدروا عملوا شيء، كمان ما في أضرار كانت اليوم اللي صارت، بس طبعا تفادي أنا الموضوع هذا عم بيحذر هو أنه أنا نحن كحزب الله إذا في تعدي نحن بدنا نجاوب، وهذه طبعا حق مشروع الإنسان دفاع عن النفس. يعني مش عم بقول انا اتجاوز الدولة اكيد ما مش مطلوب يعني اتجاوز. سنرد في لبنان اي يعني ان حزب الله هو سيء سيسقط هو يعني هذه المسيرات، يعني هذا يعني فهم هذا الكلام ام ماذا؟ مفهوم انه اذا كان قدروا هن يردوا هالمسيرات حيردوه، وبنفس الوقت بعث رساله سياسيه يعني سيد حسن اضافه لردة فعله هذه اللي كانت انه نحن بدنا نواجه يعني الضرر بضرر نحن، وهدد الجيش الاسرائيلي على الحدود انه انتم وقفوا على اجر ونص استعدوا ضرونا بالتوقيت نحن مناسب. يعني اذا ضل التسخين مستمر ودل التعدي ودل الابتزاز لنا نحن بالبلد اكيد عم بيهدد انه بده يرد، بس بنفس الوقت بعت رساله قال اللي عنده صله بالامريكان خلي ينصحوا الاسرائيليين، ينصحوا الاسرائيليين يحلوا عن ظهره يعني ينضب التعبير اللي استعمله ينضب. فمن جهه يعني امنيا صعد، ومن جهه بعت رساله سياسيه كمان انه اسعوا فيها كمان، احنا ما بدنا نفوت ما عندنا استعداد نفوت بالحرب. هذا خلال هذا الكلام انه حزب الله يعني اليوم هو مش بوارد هو يعني انه يسخن هو ابدا، حتى يعني كلمته انه انا من لبنان ما بجاوب ما حيروح على اسرائيلي، يعني مش هو حيدافع، حيكون مدافع عن نفسه بس مش حيروح يتعدى على اسرائيل. اسرائيل عم تتعدى علينا صحيح، بس مش حنعمل مثلها نحن، يعني هذا الخلاصه اللي بنستنتجها من كلام السيد حسن. طيب استاذ سعيد بتشوف انه اليوم ما يحصل يعني بعد كل هذا الشيء، يعني هذا خط النار اللي بالمنطقه يعني اتى اليوم الدور على لبنان، هل هناك اليوم صراع امريكي ايراني على الاراضي اللبنانيه ام ماذا؟ طبعا هلا كل اللي عم يصير عندنا نحن يعني كان بفلسطين بغزه او بسوريا او بالعراق او باليمن كله هذا طبعا خارجي مش محلي، يعني هن الصراعات الدول بين بعضها ما بتنعكس علينا نحن، نحن الشعوب اللي موجوده نحن هون مش عم نقدر نعمل مبادره من عندنا نحن، اقله نحن بنعمل رده فعل انه نحن بدنا ندافع عن حالنا، بس دائما نحن الهجوم علينا. فاكيد في صراع كبير اللي هو بين الامريكان والروس، وايران كطرف بالاتفاق النووي مدخلينا فيها بغرض مصلحه ماديه، بغرض يوقفوا النفط الايراني ما يخلوه يتسوق، بهدف الروسي انه يستفيد من النفط بسوريا كمان ويعطي حصه اللي بده اياه، في مصالح اقتصاديه ماليه نفطيه هي اللي عم تسير الامور بالمنطقه، وهذا واضح جدا. نحن عم نطلع ضحيه، نحن لما بيصير في شيء امني بنخسر نحن المواطنين، بنخسر اشخاص، عم تكون هذه الخساره على ظهرنا نحن، بس الكبار ما بيطلعوا فيها، ما بيعدوا كم شخص بيروح وكم شخص بيموت، بيطلعوا مصالحهم وين صار. يعني بينتبهوا كمان على فقط يعني عندما يمس الامن او الامر بامن اسرائيل تجد انه كل الدول يعني توقف الى، خصوصا يعني تجد انه الولايات المتحده وغيرها من الدول تدعم لبنان وتقف الى جانب لبنان وتساعده وتدعمه بالنسبه للمساعدات العسكريه للجيش، لكن عندما يتعلق الامر باسرائيل خلص خط احمر، يعني خط احمر حتى بالنسبه لروسيا يعني كمان. ايه طبعا روسيا مش بعاد على اسرائيل اكيد في مصالح،
يعني في مصالح. احنا ما بنقول انه الروسي بعشقاننا وبيحبنا نحن، ولا بعشقان سوريا حتى كمان، يعني الروسي له مصالح بسوريا، في ارض، في النفط الموجود بسوريا له مصلحه فيه، بده يحافظ على وجوده بسوريا حتى يستفيد من النفط، حتى يكون له قواعد كمان بسوريا وبالمنطقه طبيعي، وحتى يضبط الوضع الامني كمان. الروس بيلصقوا مع الاسرائيلي، والاسرائيلي هذا كمان بخص الامريكان ما فيهم يعادوه بشكل معلن، لانه هذا خط احمر مثل تفضلتي وقلتي هلا. فطبعا الحلقات مترابطه كلها سوا، واللي عم يحصل على الارض هو مش انتاج محلي ولا انتاج دول المنطقه، انتاج خارجي عم ينعكس علينا. بس كان مفترض انه دائما بنسمع انه لبنان محايد ولن يدخل بكل هيدا النار اللي عم بيصير وهيدا الصراع اللي صاير، يعني لبنان كان نوعا ما بالفعل كنا عم نشعر بامن، كنا محايدين. هلا اليوم تغير القرار، مثل ما تفضلت يعني المحايدين، طالما نحن ما في مس باسرائيل بيقبلوا معنا نحيد حالنا نحن. يعني النفط اللي نحن عنا مستقبلا اللي اقتصاد يعني موعود يكون للبلد، هيدا طبعا اذا بمس باسرائيل واذا اسرائيل فيها تستفيد منه نحن بنكون عم نتعدي عليها، في تعدي على اسرائيل بالحاله هاي، هيدا ممنوع علينا نحن. لليوم نحن ما خلونا نستفيد من النفط، في اليوم في وساطه امريكيه يعني بالنسبه بس غيرنا بلش. يعني اذا بتلاحظي قبرص واسرائيل بلشوا، يعني في منطقه متنازع عليها وفي على من المفروض انه وساطه امريكيه، وهيدي الوساطه يعني اوقات بتحملنا يعني امور ايجابيه يعني بالنسبه للبنان. ايه بس كمان نحن ما فينا نحن نستبعد الوضع الداخلي اللبناني عن التعثر اللي حاصل، يعني نحن الخلافات السياسيه، القوى السياسيه بكل اسف اللي بلبنان اللي مرتهنه للخارج كل واحد لجهه معينه، الصراع بيناتهم هون كمان اخر الحلول. يعني ما عملنا نحن، ما جبنا شركات وطنيه، ما انشانا شركه وطنيه، ما عملنا واجباتنا اللازمه حتى نقدر نستفيد من النفط، كل هيدا استفادوا منه الإسرائيلية وغير الإسرائيلية من خلافاتنا الداخلية اللي هن مسببين فيها من خلال الخارج، لأنه الخارج له مصلحة يأخرنا، نحن كمان ما عملنا مصلحتنا، وبعدنا بنقول بكرة بدنا نمشي. وبعد يمكن بهذا الوقت إسرائيل تكون كمان عم تشتغل شغل أو عم تسحب كل شيء فيه ممكن تسحبه، يعني 100% لأنه عم تعمل مصلحتها، بس نحن مش عم نعمل مصلحتنا، نحن مش عم نشتغل مصلحة أبدا. يعني هذا المؤسف، وهذا اللي نحن ننادي فيه دائما، انه خلينا نبني مواطن بالبلد، خلينا نشتغل وطنيا، يعني نجمع بعضنا كلنا كقوه سياسيه كلنا وفي اهداف. قد ايه الوضع هلا بيتطلب بالفعل هيدي الوحده، يعني الوحده الوطنيه؟ يمكن هالمرحله هي لازم نكون نحن متماسكين اكثر من اي مرحله اخرى هلا، لانه معرضين امنيا، معرضين بالمنطقه لموضوع ترامب اللي طرحوا صفقة القرن، بده يعطيها، بده يدوب بالفلسطينية ويوطنهم ويعملوا صفقات على ظهر لبنان، بده يوطنهم بالأردن وبجنوب سوريا، في مخططات مطروحة. يعني الشعب اللبناني نحن هون نحن لازم كقيادات تكون متماسكة ومتضامنة، لأنه في مصير البلد على المحك. يعني الفلسطيني خينا وحبيبنا ونحن القضية الفلسطينية قضيتنا الأساسية، بس أنا عم شوفها أنه ما حدا عم بيحكي فيها، نسينا القضية الفلسطينية، والقيادات العربية موزعة صارت في تجاذب، شغلت بكل الأزمات اللي عندها أبدا، وفي تجاذب بهالموضوع، ما في رؤية وحدة، بينما الأمريكاني والإسرائيلي مخططين للموضوع، عارفين شو بدهم، بيهجرون للفلسطينيين، بيمنعون من يشتغلوا بأي دولة، بيمنعون ياخذوا جنسية، وبنفس الوقت ممنوع التوطين، يعني عفوا بدي يوطنونا، بدي يوطنونا، وعم يفتشوا وين بدي يوطنونا، ونحن عارفين يعني بالأفق عم نشوفه احنا انه في توطين فلسطيني، وهذه بتغير الديموغرافيا وبتأثر على بتنعكس على البلد، ما حدا عم بيوعى على هالمواضيع هي، ملتهيين نحن بمشاكل داخلية مع بعضنا ما لها طعمة. يعني هيدي مسلمات، هيدي المفروض تكون انه لمصلحه المواطن ما نختلف عليها، عم نختلف على الامور هيدي وعم ننسى الاساسيات، هيدا السبب اللي نحن جعلنا منهارين. مشان هيك بقول انا هالوضع هيدا اللي نحن فيه هلا، يعني اهم توقيت هو انه نحن نكون متضامنين، نرجع الصحوه تجي لكل القيادات ولكل القوى السياسيه. يعني هلا لما بنشوف نحن انه في مؤتمر اقتصادي مثلا بده يحصل ب 2 ايلول بالقصر، خطوه جيده جدا، هيدي في اهداف بالبرنامج تاعولها، الشفافيه والاصلاحات وغيره بده يطرحوها طبعا. نعم. هون طب بس انه هيدي كل شيء اللي عم بيصير استاذ سعيد، هيدي التطورات يعني اللي عم تحصل بلبنان قد ايه عم بتاثر؟ ما هي كمان يعني هي السبب الاساسي بازيه الوضع الاقتصادي اللبناني.
بعدني كنت عم اقول لك منذ قليل انه ما بنلحق نخلص من ازمه لما نلاقي ازمه ثانيه. صح صح، بنودع ازمه وبنستقبل ازمه لانه عم تفتعل الازمات. يعني نحن مش مضطرين نكون بازمات من هالنوع هاي. يعني الموازنه اللي اقروها يعني كان في اعتراضات كثير عليها الموازنه، بس كانت افضل الممكن. يعني افضل الممكن يمكن افضل ممكن، مع انه تاخرنا فيها ونحن متامل طبعا على واحد وصلنا لهون، بس انا بقول انه لما نوصل نحن نفكر بالموازنه تبعت 2020 المفروض ندارك نحن كل هالامور وما ناخر الموازنه 2020 مثلا. انا ما بدي ارجع لورا، بدي اطلع لقدام، اذا لقدام بدي اشوف الايجابيات. انا معناتها انه لازم انظر لقدام بالميزانيه 2020 حسن فيها وطورها وحسنها بعكس ما حصل معي هلا بالمرحله السابقه. هذه هلا بحسب الاجواء والكلام اللي عم نسمعه من السياسيين انها رح تقر يعني بمواعيدها الدستوريه، يعني ان شاء الله بقول ان شاء الله، لانه نحن تعودنا انه الموازنه دائما مش عم تيجي بوقتها. اوقات قضينا نحن سنوات بدون موازنه. صحيح. على الاثني عشر وكذا. صحيح. يعني في 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 اخطاء لا تجوز وما في شيء بيمنع انه تصير كانت، والموازنه شغله اساسيه دستوريا يعني. طبعا هلا بكره في جلسه لمجلس الوزراء، ومن المفترض انه يكون هالجلسه مخصصه لازمه النفايات اللي رجعت يعني طلت هيدي الازمه، انما اكيد يعني ما حصل في الضاحيه الجنوبيه رح يفرض نفسه على جلسه الغد. بتعتقد انعكاس الوضع الامني اكثر من غيره بعتقد انا بكره، ومش حيكون في قرارات بصريه بالنسبه للموضوع هذا، لانه في خطوات عمليه على الارض بالنسبه للناحيه الامنيه رح تسبق الامور الاخرى. اكيد اكيد، بس رح يبقى البحث يعني بالنسبه لجدول العمل العادي ومن ازمه الامنيه. اكيد على جدول الاعمال، اكيد اذا موضوعين بده يبحثوا فيهم اكيد، بس اهتمامات بالمواطن وبالامن المواطن بعتقد انه هيدي اولويه. طيب رده فعل الدوله ككل والمسؤولين والرؤساء تجاه ما حصل يعني بالضاحيه، كيف شفت يعني التحرك الدوله اللبنانيه؟ هلا نحن رده الفعل لما حصلت امبارح، ما في شك انه كان في مواقف مشرفه من قبل الرؤساء الثلاثه، من قبل قياده الجيش، من قبل القوى السياسيه. ما شفت انه في حدا عمل نشاز في الموضوع هذا، حسوا بخطورتها واستنكروا الموضوع. بس الاستنكار لوحده ما بكفي، بدها خطه عمليه على الارض. يعني انا مش المفروض يكون حزب الله لوحده، يعني حزب الله مش لازم لوحده. يعني في نقطه انه مثلا هلا هالمسيرات اللي وقعوا هلا هن اليوم بحوزه حزب الله، ليه مش بحوزه الجيش اللبناني مثلا؟ هلا هي طالما هالقد في تعاون والمقاومه والجيش يعني وكل هيدي يعني هي امبارح الحاسه اللي متفق عليها. صحيح، بس الحاسه يعني بنت ساعتها كانت امبارح لما انفجرت اول وحده وتكسرت تحطمت بسبب ضرب الحجر. نعم. الثانيه انفجرت ونزلت على الارض. يعني هذا انحكى عنا ان طائره انتحاريه، قال عنا السيد حسن نصر الله طائره انتحاريه كان في هدف، كانت تستهدف. ايوه وصفها انه طولها بتريان يعني مش انه نعم. من حجم نعم. صغيره. هلا طبعا بنت ساعتها لانه وقعت بايدهم وكانت هي قصدتهم بمراكز معينه لهم، طبيعة الحال مش حيكون انه شيء سري ويخبوه عن الجيش وعن الاجهزه الامنيه، حيكون في تنسيق اكيد انا برايي، لانه ما ممكن انه يبعدوا الجيش او الاجهزه الامنيه عن التحقيقات بالموضوع هذا، حيكون في تنسيق وحضر مفوض الحكومه بالمحكمه العسكريه فورا لهوني، واعتقد وضع ايده على الملف وعلى التحقيقات. نعم. بقى حيتعاونوا معه ما في شك حيتعاونوا معه. نعم، ويمكن اليوم كمان في كان جوله للواء اخر او تفقد يعني للمنطقه. نعم. من اجل يعني نعم في عم بيصير تنسيق الاضرار، عم بيصير تنسيق. يعني دائما كانت تصير احداث مثلا بالضاحيه، اجى مرحله موضوع المخدرات صار في هجمه على المخدرات. نعم. كانت الدوريات طبعا تنسيق ما بين حزب الله والدولة اللبنانية، وكانوا يستلمون الدولة اللبنانية ويروحوا على التحقيق بالدولة اللبنانية، يعني ما فتحوا مجالات هن لإلهم بس حزب الله، دائما في تنسيق والإعلان دائما إن احنا الدولة هي الأساس. حتى كمان بكلمة السيد نصر الله يعني خصص حيز كبير امبارح بكلمته ببداية كلمته لأهل البقاع إلى وجوب الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه. صح. رح كمل معكم هذا الحوار استاذ سعيد علامي بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ورتابع. نتابع حوارنا مع رئيس التيار الاخضر استاذ سعيد علامي. استاذ سعيد بنكمل معك بموضوع ما حصل في الضاحية الجنوبية. طبعا يعني لابد انه ما يكون هناك رابط ما بين ما حصل وبين الانتخابات الاسرائيلية اللي رح تصير ب 17/9. يعني شو يعني في بعض ممكن يكون تطور عسكري اكثر يعني من قبل الاسرائيليين، لانه
تعودتنا اسرائيل يعني قبل كل انتخابات استاذ سعيد انه يكون في مش بس تسخين، حضرتك ذكرت يعني كلمه تسخين، انما كلما اقتربت هذه الانتخابات كلما يعني زادت نسبه هذه السخونه من اجل ان يكسب نتنياهو هذه الانتخابات بدل ان يكون في مكان اخر بسبب يعني قضايا الفساد التي تلاحقه. يعني سؤال يطرح كمان انه ليش عم يستعملوا مسيرات ما بيقصفوا قصف مباشر مثل ما عملوا بسوريا مثلا؟ نعم بسوريا عندهم تقنيات يعني عندهم امور عندهم يعني كثير طبعا هم سبقين بالتقنيات يعني نعم. كل التجهيزات موجوده عندهم، كل التقنيات المتطوره بتصرفهم، نحن ما عندنا التقنيات هي، قد ما قلنا نحن عندنا سلاح بس ما مش سابقينهم بالتقنيات للاسف. فهلا اللي يبدو مش التوقيت انه يقصفوا مباشر، يعني عملوا خطوه بسوريا وتجاوزوا الخطوط الحمر هنيك. طبعا الروس بتقول لك ما تنسى الغارات يعني فجرا كمان على مواقع للجبهه الشعبيه. الجبهه الشعبيه هذه بواسطه مسيرات نعم. عملوها بينما اثنين اللي ماتوا بسوريا حزب الله غارات غاره نعم. كانت غاره نعم. نحن عندنا هون يبدو انه التسخين هذا المطلوب هلا حاليا، والا ما بيمنعهم شيء ابدا يعملوا قصف عندنا كمان، وبيقدروا يعملوها اكيد. وطبعا ما حدا بيعرف شو الخطوات اللي بتجي من وراها. يبدو مش مسمح لهم هلا بإعاز امريكي انه ما تعملوا الا التسخين حاليا، والا ما نحن مسلمين انه التقنيات متطوره وسابقيننا وبيقدروا يعملوا بدهم اياه. بالمقابل كمان هن عم بيعملوا حساباتهم انه مش وقت الحرب هلا، يعني في انتخابات اذا عملوا الحرب معناتها بدها تنعكس عليهم بشكل اخر. مثل ما ذكرت انا بالمقدمه استاذ سعيد انه الامريكيين نبهوا يعني نبهوا اللبنانيين نبهوا الحكومه اللبنانيه الى انه يعني سيكون رد اسرائيل قويا جدا، حتى امريكا ما رح تقدر توقفها لاسرائيل بحال صدر شيء من لبنان يؤذي امن اسرائيل. ما بعتقد انه هيك القصه فالتي انه اسرائيل اذا فلتت ما حدا بيقدر يردعها، يعني كمان يعني في دول تانية موجوده وعندها جهوزيه بهالموضوع، بس ما حدا بيعرف وين نوصل بالنتيجه. يعني ما عم بقول انه هي بتربح ولا بتخسر ولا نحن بنربح هي بتخسر، بس القصه ما بينعرف بداها لو بتروح. هلا نتنياهو عم بيحاول من خلال التسخين انه يقول لهم انه انا حاميكم، انا المنقذ لكم يا اسرائيليه. انا بالمقابل واجهوا السيد حسن امبارح انه وقفوا عند اجر ونص وما ما ما ترتاحوا بالمستوطنات، وقال لهم للاسرائيليين هلا اليوم نتنياهو يتاجر بدمكم بدمكم. ف يعني للاسف او يمكن شيء ايجابي صار انه اللي عم يعملوا تسخين لحتى يستفيد منه هو ايجابا بالانتخابات عم ينعكس عليه على ارض الواقع باسرائيل، انه الناس عم تقول له انت عم بتجيبنا لحرب دمويه، يعني هذه كمان هذه بتنعكس عليه. وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن احيانا، يمكن تكون مش لمصلحته اللي عم بيعملها، بس الاهداف هذه اللي عم بتوصل بيوصل لها بواسطه المسيرات حقيقه على ارواح العباد وعلى على توتر الناس وعلى المصالح الاقتصاديه وعلى الخربطه بالمنطقه كلها سوا. في توتر وخوف يعني بلبنان، مش بس لبنان، يعني نحن شو عم نشوف بسوريا وبلبنان وبالعراق وباليمن بكل المحلات. بس بالنسبه للتطور الهيدا اللي حصل بالضاحيه انعكس فورا خوف وتوتر عند كل اللبنانيين. ايه لانه كلمه السيد حسن قال وضع خطير خطير جدا، والسيد حسن يعني ما لي شيء، الميزه الاساسيه فيه انه هو صادق لما بيحكي، يعني ما بيحكي شغله بيكون عم بيراوغ فيها. هلا وقال قال قال نحن بنتركها نحن التوقيت بنعمله، يعني التوقيت اكيد يستنتج من كلمه التوقيت بايدنا نحن انه في مفاوضات، المفاوضات الامريكيه الايرانيه، يعني هذه اذا بتنعكس ايجابا بتهدى الامور على صعيد الكل، نحن مش طلاب يعني حرب. يعني نحن هون المفروض انه ننطر ايران شو بدها ايران اذا تصعد أمريكا. او يكون عم ننطر امريكا وايران والتفاوض بالنسبه للنووي والدول المجتمعه بفرنسا، يعني هذا المفاوضات هذه كلها سوا عم تنعكس علينا، عم ننتظر نحن صفقه القرن اللي بده ينفذها ترامب، عم ننتظر نحن انه يرجعوا يتراجعوا عن التوطين الفلسطيني ولا لا، يعني في كثير خطوات مرتبطه بهالمفاوضات هاي. هلا جينا نحن فتنا بحرب ما حل شيء بعد، يعني بنأزم بالعكس تأزمت الامور اكثر. مش طلاب حرب نحن، اسرائيل طالبه حرب، يعني اسرائيل دائما المعتديه، هي دائما دائما تعودنا على مر التاريخ نحن ما حدا بيعتد عليها، هي السباقه الزمان ب 82 افتعلت المشكله حتى فاتت على لبنان. نعم يعني ما يعني هي ما بدها اي ذريعه انها عشان هيك لما طرحت استراتيجيه تخوض اي حرب هي لما طرحت استراتيجيه دفاعيه بلبنان انه بايد الدوله
عال اوكي استراتيجية دفاعية بإيد الدولة اللبنانية، بس نحن مش الدولة بتقرر الحرب، هذيك عم بتقرر اسرائيل، عم بتعتذر الاعتداء عم يجي من اسرائيل دائما. هلا نحن بالمؤتمر الاقتصادي انا بتمنى انه كمان يتزامن معه موضوع الاستراتيجية الدفاعية ينحكى فيه، يرجع للمؤتمر باثنين تسعة اللي حيصير بالقصر الجمهوري، لانه حيكونوا كل القوى السياسية موجودة وممثلين مجلس النيابي موجودين فيه، ويكون نحن عنا شبيه بسويسرا، يعني بسويسرا في مقاومة، بكل بيت في مقاومة ويستدعوا عند حين الحاجة، فبكون الجيش متولى الموضوع والمقاومة موجودة وفي تنسيق ما بين الاثنين، يعني هيدي إذا وصلنا لها نحن هي بيكون نحن لقينا. بس على أي يكون قرار الحرب والسلم بيد من؟ يعني برح الشيء اللي سمعناه من السيد نصر الله يعني كان واضح جدا أنه نحن ساعة ما بدنا منرد عليكم، نحن ساعة ما بدنا وكأنه يعني بناخذ هذا القرار. صحيح هو امبارح صرح هيك صحيح، بس ما رد ما عمل رد فعل امبارح، يعني بتتريس كمان يعني طرح الموضوع بالشكل هيك وطلب من الأجهزة الأمنية وطلب من تأييد الجيش، يعني بعدنا عم نرجع نحن للأساس للدولة، يعني عم يرجع للدولة هو، وما بعتقد انه بيصير خطوة بدون تنسيق مع الدولة، اكيد مش حيقولوا الدولة سمحت لنا نعمل هيك، بس ما حيكون في شيء على خط يعني مختلف عن السياسة العامة للبنان لمصلحة لبنان، حيكون ضمن الاطار اللي بيخدم الوطن اكيد، مش حيكون ضد الوطن. وقال امبارح ردة الفعل العفوية كانت على اثر اللي صار امبارح، يمكن بدنا نعمل شو خطوة كنا لاسرائيل نحن، كان في تريس، كان في حكمة فيها، صحيح الخطاب قاسي كان ووضح الامور وحط النقاط على الحروف، وبنفس الوقت بعت الرسائل كمان انه شوفوا اللي بيمون على اسرائيل مع الامريكان يقلهم يحلوا عنا. يعني كان في رساله كمان بنفس الوقت انه نحن ما بدنا نعمل حرب، حلوا عنا بس نحن مش عم نعتدي على حدا، نحن عم بيهجموا. يعني هذا التريس اليوم تعتقد من السيد نصر الله من اجل يعني ما يعانيه اليوم لبنان، ترك المجال يعني اصلا من المجال. اوضاع يعني صعبه جدا، اوضاع اقتصاديه، اوضاع صعبه على كل الصعد، هذا افساح المجال لحلول معينه، يعني هذا الطرح اللي طرحه هو فتح المجال لحتى بالسياسي تندار الامور، مش بالامن، يعني اخر الدواء الكي اخر شيء، يعني اذا كل يوم بدنا نكرك تصور واحد كل وقت يجي يسحسح حوله يضربوه 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 اخر شيء شو بيعمل؟ يعني الى حدود القصه، بعدنا عم نتحمل نحن، عم نتحمل لانه اللطمات عم نكرها نحن. بالفعل يا استاذ سعيد كلامك يعني صح 100%، بس قد ايه اليوم لبنان بعد بيحمل انه يفوت بحروب؟ يعني نحن مش طلاب حرب، نحن عم نعمل حرب. نعم. يعني اذا بتلاحظي الاعتداءات الجويه وهلا اعتداءات المسيرات اذا كانت من البحر ولا بتكون بحريه. نعم. او غيره، طب نحن مش عم نختلقها، نحن عم تجي علينا، نحن معتدى علينا، فنحن مش عم ناخذ قرار الحرب، يعني هذا اللي بينحكى فيه انه قرار الحرب مش بايد الحزب بايد حدا ثاني، نحن ما عم نعمل حرب، نحن بلبنان عم نتعرض للاعتداء، كل يوم عم نتعرض للاعتداء، هيدا اللي لازم يتوقف، وهيدا المساعي اللي لهم اتصالات بالخارج ولهم موني يعملوا وسايط باتجاه مصلحه الوطن اللي هي كف ايد اسرائيل عنا، هذا كل المطلوب بس. نعم. وما يوطنوا الفلسطينيين عنا وتكون نستخرج النفط. هالفترة كتير في حكي عن مسألة التوطين بالوقت اللي هذا الوضع محسوم يعني من قبل اللبنانيين، رفض التوطين يعني سواء كان الفلسطينيين أو صح. السوريين، يعني هذا أمر مرفوض من كل الأفرقاء السياسيين، إنما بهالفترة كتير في كلام عن موضوع توطين الفلسطينيين. صحيح، وهذا مش قرار لبناني أكيد، لأن لبنان نحن عنا بالدستور وعنا نحن بالقوى السياسية كلها. نعم. والأحزاب والموقف الدولي اللبناني بشكل عام هو ضد التوطين، احنا مش قابلين بالتوطين، حتى الشعب الفلسطيني هو ما بده توطين. نعم. يعني هالفترة الزمنية اللي الحقبة الطويلة اللي عاشوها ما طالبوا بجنسية لبنانية، يعني البعض منهم يمكن هاجر على دول تانية غربية كندا وامريكا وما بعرف وين واخذوا جنسيات، عنا هون ما طالبوا بجنسية، كل شيء عم بيطلبوه انه حقوق معينة. نعم. يشتغلوا يعملوا كذا، الضجة اللي صارت بوزارة العمل مؤخرا. نعم. ايه بس انه الفلسطيني هو بحد ذاته ما بده توطين، بس السياسة العامة اللي هي لمصلحة إسرائيل إنه تظهر من الضفة الغربية وتفضي غزة وترسم خرائط جديدة، بدي وطن من جنوب سوريا وبدي وطن من الأردن على حساب الأردن وغيره، هذا مش قرار لبناني، هذا مش قرار فلسطيني، هذا صفقة القرن، يعني اللي عم يشتغل عليها، هذا اللي عم يشتغل عليها ترامب وإسرائيل. نعم. أكيد وصهره طبعا.
طبعا اذا ننتقل شوي نحكي عن المؤتمر الاقتصادي عن الاوضاع الاقتصاديه كمان بلبنان استاذ سعيد، تعتقد انه ما سيطرح يعني بهذا المؤتمر خارطه طريق اقتصاديه لوضع خطه طوارئ مثلا انقاذ الوضع الاقتصادي، وهل بعد في مجال يعني في شيء بعد نراهن عليه بلبنان من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي؟ هو في عنده ثلاث اهداف المؤتمر. الهدف الاول هو المفروض انه يكون في شفافيه بالتعاطي المالي والاقتصادي، وهذه طبعا متوافق عليها من كافه القوى السياسيه، ومفروض انه تكون فعاله لانه نحن قادمين على مؤتمر صدر، وصدر بده يشوفنا بمنظار ايجابي مش بمنظار سلبي. لازم نطبق الاصلاحات المطلوبه اللي نحن شغلت الميزانيه الموازنه على اساس الاصلاحات معينه. لازم نرسم نحن طريق الهدف الثالث بالنسبه للموازنه ل 2020. يعني اذا هون نحن النقاط هول انبحثت بجديه وبتفصيل واتفقوا عليهم بتصور بينجح المؤتمر، وهذا مطلوب انه ينجح المؤتمر. واليوم طبعا نحن الوضع المالي مثل ما بتعرفي وكل الناس بتعرف انه وزاره الاقتصاد عم بتلحق الصرافين اليوم عم تسكر في سكرت كذا محل لانه عم بيطلعوا بالدولار بيلعبوا بالدولار، ولو ما عم يضبطون مصرف لبنان والوزاره الاقتصاد بيلعب الدولار اكثر بكثير. وهذه يشكروا على الجهود اللي عم يعملوها، وصل 1660 وما بيعطوك الدولار، وشغله كارثه اللي عم يوصلها. هذا المؤتمر ب 2/9 اللي بده يحصل مفروض انه يكون هذا تتابع للخطوات اللي عم تنعمل اليوم، ويكون في حسم فيه للنقاط الثلاثة، الأهداف الثلاثة اللي مرسومة للمؤتمر. مفروض المؤتمر هذا ينجح بهالموضوع هذا حتى ننجح صدر، حتى البلد يرجع يقف على إجراء، وإلا أول بسلمتنا كلنا ساعتها إذا كان ما بدنا نوع على هالموضوع. بعد في أمل بعد ما يعني خف التصنيف لبنان من قبل وكالة فيتش يعني إلى سي سي سي؟ يعني هلا نحن هذا اللي عم نراهن عليه، هذا اللي عم نراهن عليه انه هالمؤتمر هيدا نستدرك من خلاله نحن الانقاذ للوضع المالي والاقتصادي بالبلد، وبلش لبنان يرجع ينتعش. ورئيس الجمهوريه بتصور بكلمته انا اللي قالها بيعنيها انه رح تنحل رويدا رويدا، وبلش بالمصالحات اللي عملها يعني اول شيء، وهذه شغله خطوه يشكر عليها، وان شاء الله بتتذلل الامور كلها السياسيه، لانه الوضع الاقتصادي ما فيك تفصيل عن الوضع السياسي، مرتبطين ببعضهم طالما نحن الوضع السياسي مأزم ما بتنحل الامور الاقتصاديه، بصير كيديه وبصير قصص، كل واحد بفكر بمصلحته الذاتيه. وهو كمان بيرتبط فيهم بشكل مباشر كمان الوضع الامني، كله بيرتبط ببعضه، الوضع الامني والوضع المالي والوضع السياسي كله مرتبطين ببعضه، والوضع القضائي يعني كمان الوضع القضاء ما فينا نستبعده ابدا بهالمجال هذا، انه كمان القضاء السلطه المستقله هذا مطلب. يعني نحن لما نوصل بالقضاء لبنان شو المقومات تعوله؟ الامن والقضاء اهم شيء، واقتصاد اكيد، بس انه اذا ما في قضاء ما في استثمار عندنا. نحن عندنا ما في معامل ومصانع، مش دوله انتاجيه، نحن خدماتيه، يعني واقفه على السياحه، واقفه على المؤسسات التجاريه وعلى الغريب اللي بيجي لعنا. طب اذا ما امنا له مصالحه من خلال سلطه قضائيه نحن غير مرتهنه للسياسي، سلطه قضائيه عادله غير مرتهنه لحدا، يعني هذا المطلب بالسلطه القضائيه انه تكون عندها هي سلطه مستقله تماما وهي تحكم نفسها بنفسها، ما يجي السياسي يحكمها لانه ولاء القاضي بيصير للسياسي للاسف، وهذه اللي عم نعاني منها نحن. شو رايك شيء بالشيء اللي صار بالمجلس الدستوري يعني والتعيين اللي صار بمجلس الوزراء؟ انا هيدي بلاقي هالسلطه هيدي اللي هي بفرنسا هي ثالث سلطه، مجلس دستوري من اهم السلطات، وعندنا نحن اعلى سلطه هي اللي بت النزاعات بالقوانين. هيدي السلطه مفروض ما يكون في محاصصه فيها. انا بسجل طبعا ملاحظه على الموضوع هذا انه الاختيار اللي تم يمكن كلهم كفؤين وان شاء الله بيعطوا نتيجه منيحه، بس التوجه السياسي فيها والمحاصصه اللي حصلت مش مطلوبه بمجلس دستوري من هالنوع. وسابقا شفنا نحن حصل موضوع بالمجلس السابق لما امتنعوا البعض باعازات سياسيه وما شاركوا بموضوع معين، مواضيع معينه. ان شاء الله ما بتتكرر معنا هون، بس كان مفروض انا بقول انه الملفات هالاشخاص هو ينعرضوا مجلس وزراء، وهذه طلعت الصرخه من الوزراء نفسه انه جبتوا اسامي نحن ما فرجتونا السبيت عولتهم، حتى كان في اسماء مطروحه كمان يشهد لها يعني بالكفاءه، كان في اشخاص مهمين استبعدوها. فكان مفروض يندرس الموضوع اكثر من اللي حصل. وبعدين في موضوعين عالقين مع المجلس الدستوري السابق، هي ديما جمالي والموازنه، في طعنين مفروض الاصول انه ينبتوا من قبل الهيئه اللي هي حاطه ايد عليهم،
مش الجديدة، الهيئة اللي سبقت السابقة اللي هلأ نعم. راحوا دغري حلفوا اليمين وهلأ صاروا من صلاحيته اللي بتوفيها. يعني هون طبعا بنقول إن شاء الله يكون البت بشكل إيجابي نعم. بتجرد بس كان مفروض أنه اللي تابعوا الملف الملفين مفروض هني بتوفيها كمان. صحيح. طيب بعد ما نضيقت الاستاذ سعيد موضوع ملف النفايات، يعني هذه الأزمة رجعت تطل من أول وجديد، وبكرة في جلسة لمجلس الوزراء كان مخصص يعني من أجل دراسة هيدا الملف، على لشو بدأ يعني بالأخير لوين بدنا نوصل فيه لهيدا الموضوع، على شو بده يتم الاتفاق؟ ما هي وزير البيئة من فترة طلع صوته بالموضوع وحكي نعم. والنائبة يعقوبيان كمان عم تحكي بالموضوع. نحن مش عم نعمل مخطط مزبوط ونمشي عليه بقصة البيئة، يعني في ارتجال بقصة البيئة، تحس كل حدا عنده رأي، يعني كل واحد عنده رأي. مثل ما قصة الكهرباء نحن بالبيئة نفس الشيء، ضلينا نشتغل بالكهرباء ونوظف مصاري وندفن مصاري بالكهرباء ولليوم ما عندنا نتيجة، جبنا بواخر وبعدنا ما وصلنا، كنا عملنا معامل وكنا خلصنا من هالورطة كلها. وبالبيئة نفس الشيء، بالنفايات نفس القصة، في دول تستفيد من النفايات، نحن مش عم نستفيد منها، نحن عم نضر حالنا من خلال نطمرها بالبحر. عملنا دعاوى على في مين دول عرضت شراء كمان لهيدي، يعني فينا شراء النفايات، بالعكس سوق مفيد، في أموال سوق مالي مفيد نعم. هذا ومنتج بنفس الوقت، يعني بتولدي منها كهرباء بتستفيدي منها بتبيعيها بتعطي مردود لنا. نحن تركينا هاملينا وعم نضر المواطن وعم نسرطن البيئه كلها سوا، يعني شيء مؤسف. يعني لأن ما عندنا وقت كثير بنحكي هذا، بده حلقة طويلة، صحيح بحاله بده حلقة إنما كمختصر، بس هيدا أيضا مهم جدا. وأنا برأيي البيئة هي بأساس كل المواضيع اللي بدنا مطروحها. يعني بكرة بجلسة مجلس الوزراء بده يكملوا بموضوع مطامر أم إنه لا بده ينحكى بمعامل نهائية من أجل يعني الفرز وإيجاد يعني حل نهائي لهذا الموضوع؟ هو المفروض ينحكى بمعامل وبحلول نهائية والرسم استراتيجية لهالموضوع تشتغل عليه. هلا إذا بده يرتجلوا بكرة ويرجع يختلفوا بالآراء ما حنوصل لمحل، الحمد لله محلنا. وهذا طبعا برهن مجلس الوزراء بكرة، ما بعرف شو بده ينطرح داخل مجلس الوزراء، وإنما اللي بنتمناه نحن إنه ينطرح حلول جذرية وتكون إلى انطلاقة. هذا موضوع اللي بلش يعني مش ما بلش كمان من ثلاث سنين، له سنوات كتير، يعني مثل الكهرباء إنه مفروض كل شيء يتطلب صار حل جذري صحيح. يعني كله إلا يعني الموضوع ولا يستلشى فيه، يعني هذا الموضوع ما في استلشاء فيه، يعني موضوع يعني مرتبط مباشرة بصحة المواطن بالهواء اللي بتنفسه والمي بنشربها الأكل اللي بناكله، بعدين بيقول لك في أمراض وفي جراثيم وفي جديدة وأكيد بده يطلع هيك، يعني أكيد نحن الجو اللي عايشينه منه جو صحي أبدا. صحيح 100%. شكرا لك أستاذ سعيد علامة، إن شاء الله الحلقات المقبلة معك تكون أنظف بيئية يعني أنظف، كل شيء يكون أنظف. شكرا لك أستاذ سعيد، شكرا لكم أيضا مشاهدينا وإلى اللقاء.